السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين البنات، لاباس عليكم؟ تنتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال وأطيبها، ومرحبا بكم جميعا. وبالنسبة للمتتبعين لأول مرة تشوفوا القناة، تنتمنى أنكم تشتركوا في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وتبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأقارب لتعم الفائدة. بالنسبة للدرس ديال اليوم، كما تلاحظوا أخواتي، هو عبارة على نصف طوق. انا اخترت انني يعني نخدم واحد يعني بشكل مصغر بالنسبه لبنيتي صغيره، اخترت هذا القياس. وبالنسبه للناس الكبار ممكن يختاروا القياس اللي يعجبهم، وداك الشيء تيبقى اختياري وعلى حسب الذوق ديال كل وحده. كما تلاحظوا اخواتي، هاد نصف الطوق هو من اسهل يعني اسهل الخدمات ديال نصف الطوق، وممكن توجديه في نهار واحد، يعني بالدريس بكل شيء ممكن يوجد في نهار واحد. وتنتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى للاخير باش تشوفوا جميع المراحل، يعني بالنسبه للخدمه ديال هذا نصف الطوق، اولا بالنسبه للفتحه ديال نصف الطوق، يعني راه دايره كاع جميع المراحل. وبالنسبه للدرس يبقى اختياري، كل واحد يدير الدرس اللي يعجبه. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. ودابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو ليها وهي الحرير العادي اولا لي مبروم، يكون على 4 شعرات، اولا هذا الصقلي اي الصم حتى هو نعملو على 4 شعرات. وبالنسبه للكروشي انا تنستخدم رقم 12، نتوما استخدموا الكروشي اللي ترتاحوا فيه. نبداو بسم الله. اول حاجه غادي نعملو الدائره السحريه، بهذا الشكل، ثم ترتفع بسلسلة فيها 3، غادي تكون بمثابة عمود بلفة واحدة. ثم غادي نعملو 4 أعمدة بالإضافة لهذا الأول، يعني في هذه الحلقة، يعني في المجموع غادي يكون عندنا 5 أعمدة بلفة واحدة. العمود الثاني، الثالث، الرابع، ثم الخامس، بهذا الشكل. ثم ترتفع بسلسلة فيها 3، 1، 2، 3، لا تكون بمثابة عمود بلفة واحدة. تنقلب العمل ديالنا، تنجيو الأول العمود وتنعمل فيه عمودين بلفة واحدة، بالإضافة لهذه السلسلة الأولى هي 3 ديال الأعمدة. من بعد تنعملو سلسلة واحدة، تنجيو يعني تنتجاوزو هاد الغرزة الأولى أو العمود الأول، وتنجيو العمود الثاني وتنعملو 3 أعمدة بلفة واحدة في نفس الغرزة، 1، 2، 3. ترتفع بسلسلة واحدة، تنجيو لآخر عمود تنعملو 3 ديال الأعمدة بلفة واحدة. بالنسبة للمبتدئين اللي ما يقدروش يتحكموا في هذه الغرزة الأخيرة، ممكن يجيو غير ما بين هاد العمودين، يعني الآخر هاد الآخرين تيجيو ما بين الأعمدة وتيخدموا في آخر عمود، واللي يعني متمكن راه غادي يخدم في هاد الغرزة. غير كفكرة باش اللي يلا مبتدئ، تنعملو 3 ديال الأعمدة بلفة واحدة في نفس الغرزة. هذا هو الشكل أخواتي. من بعد تنجرو هذا الخيط، تنحصلوا على هذا الشكل ديال المثلث، وتنستمروا تنعملوا سلسلة فيها 3، 2، 3، ودائما تنتزايدوا، يعني هاد التزايد باش تنحصلوا على داك الشكل ديال المثلث.
تنجيو الاول عمود وتنعملو فيه 3 ديال الاعمده بلفه واحده، يعني عمودين اللي غادي نخدمو بالاضافه للسلسله الاولى اللي فيها 3 هي العمود الثالث بلفه واحده. دابا عملنا 3 ديال الاعمده غادي نرتفعو بسلسله واحده. دابا الخدمه غادي تسهل، يعني غادي نبداو نخدمو غير في وسط هاد الفراغ، هذيك السلسله اللي كنا فرقنا ما بين هاد الاعمده، تنعملو 3 ديال الاعمده بلفه واحده دائما في نفس الفراغ. ارتفعوا بسلسله 3 ديال الاعمده في هذا الفراغ، واحد اثنان ثلاثه، ارتفعوا بسلسله واحده وتنجيو لهذا اخر عمود وتنخدموا 3 ديال الاعمده بلفه واحده. العمود الأول، الثاني، ثم الثالث. حصلوا على هذا الشكل أخواتي، يعني دائما تكونوا يعني هاد الفراغات وبيناتهم تيكونوا هاد 3 ديال الأعمدة، ترتفعوا بسلسلة فيها 3، واحد اثنان ثلاثة. تنقلبوا العمل ديالنا، يعني دابا غادي نخدم انا غير هاد القياس، وانتم لكم الاختيار ممكن تخدموا يعني عرض منها. انا غير بغيت نوريكم الفكره، وانتم ممكن تخدموا اكثر يعني عرض منها. الا كنتو تخدموا عرض من هاد القياس غادي تمشيو بنفس الطريقه، دائما تتزايدوا ب 3 ديال الاعمده في الجنب، يعني في اخر عمود وفي اول عمود تنعملوا 3 ديال الاعمده وتنستمروا حتى ناخذوا القياس اللي بغينا، عاد تمشيو يعني بالطول، يعني تنحبسوا داك التزايد. دابا غادي نحبسوا التزايد كما تلاحظوا اخواتي، بعد ما خدمنا سلسله فيها 3 اللي هي بمثابه عمود بلفه واحده، غادي نجيو لهاد يعني غادي نتجاوزوا العمود الاول وغادي نخدموا في العمود الثاني، غادي نخدموا عمود واحد بلفه واحدة وتنجيو لهذا الفراغ وتنخدمو 3 ديال الأعمدة بلفة واحدة. واحد اثنان ثلاثة، ترتفعوا بسلسلة واحدة تنجيو لهذا الفراغ وتنعمل 3 ديال الأعمدة بلفة واحدة. يعني هاد الخدمة هي جد سهلة، بالأخص بالنسبة للمبتدئين سهلة وخفيفة، والتشكيل ديالها تيجي زوين، يعني من أسهل نصف طوق. 3 ديال الأعمدة ثم سلسلة ثم نجيو لهذا الفراغ 3 أعمدة، العمود الأول الثاني ثم الثالث. تنجيو لهاد العمود الأخير ما قبل الأخير اللي هو هذا، وتنعملو عمود بلفة واحدة ثم عمود في يعني في العمود الأخير، يعني تنخدمو عمود في العمود ما قبل الأخير، يعني ما قبل الأخير، وعمود تاني في العمود الأخير. يعني تيولو عندنا هنا 5 ديال الأعمدة، يعني في اليمين وفي اليسار تيولو عندنا 5 أعمدة، 5 أعمدة. ترتفعوا بسلسلة فيها 3 لتتكون بمثابة عمود بلفة واحدة، تنقلبوا العمل ديالنا، تنجاوزوا
يعني هاد العمود الاول تنجيو العمود الثاني وتنعملو عمود بلفه واحده، يعني تيوليو عندنا جوج ديال الاعمده ترتفعوا بسلسله واحده. تنجيو لهاد الفراغ وتنخدمو ثلاثه ديال الاعمده بلفه واحده. دائما سلسلة ثلاث أعمدة. ثم سلسلة تنجيو لهاد العمود قبل الأخير، يعني هاد يعني الرابع، تنخدمو فوقو عمود بلفه واحده. تمشيو للعمود الاخير وتنخدمو عمود بلفه واحده. باش ما نطولش عليكم الفيديو، يعني دائما غادي نبقاو مستمرين بنفس الطريقه وبنفس الترتيب. يعني سطر غادي تكون عندنا خمس اعمده في اليمين وخمس اعمده في اليسار، والسطر الموالي غادي تكون عندنا عمودين في اليمين وعمودين في اليسار. وبالنسبه لهذا الوسط دائما ثلاثه ديال الاعمده في هذا الفراغ، ثم سلسله ثلاث اعمده، سلسله ثلاث اعمده، وتمشيو بنفس الطريقه بنفس الترتيب حتى ناخذوا القياس اللي حنا محتاجين ليه. من بعد ما كملنا اخواتي كاع يعني القياس اللي حنا محتاجين ليه، انا غادي نحتاج غير يعني جلابه ديال بنيته صغيره، عملت هذا القياس وانتم لكم الاختيار. من بعد غادي نكملو باش غادي نعملو الفتحه ديال يعني ديال هاد النصف الطوق. غادي نرتفعو بسلسله فيها ثلاثه، من بعد غادي نجيو نعملو عمود بلفه واحده فوق هاد العمود، يعني نتجاوزو العمود الاول ونخدمو في العمود الثاني، ثم تنعملو ثلاث اعمده بلفه واحده فوق في وسط هاد الفراغ. اثنان ثلاثة، يعني هنا غادي يولو عندنا خمسة ديال الأعمدة في هذا الجانب. ارتفعوا بسلسلة واحدة، ثم غادي نجيو لهاد الفراغ ونعملو ثلاثة ديال الأعمدة بلفة واحدة. اثنان ثلاثة، دابا غادي نقسمو. كيفاش غادي نقسمو يعني لهاد نصف الطوق؟ دائما غادي نحسبو كيف ما لاحظتوا معايا اخواتي، عندنا هاد الاولى اللي فيها جوج، عندنا هذه اللي فيها ثلاثة، هذه فيها ثلاثة، هذه فيها ثلاثة، هذه فيها جوج، يعني عندنا جوج الفراغات، جوج الفراغات. انا غادي نقسمهم على جوج، غادي نخدم خدمت في هذه وخدمت في هذه، وكاينه هذه وهذه، يعني هاد الوسطانيه غادي نخليها هي الفاصل ما بين هاد الجزء وهاد الجزء. دابا غادي نكمل، ارتفع بسلسله فيها اربعه، هاد المره فيها اربعه، اثنان ثلاثه اربعه. لاحظوا اخواتي وركزوا معايا، علاش درنا اربعه ديال الاعمده، اربعه ديال عفوا اربعه ديال السلسله في اربعه؟ لان فاش غادي نخدمو غادي نقلبوا العمل ديالنا وغادي نخدمو ثلاثه ديال الاعمده، غادي يبقى لينا واحد السلسله هي اللي غادي نخدمو فيها ثلاثه ديال الاعمده في السطر المقبل. نكملوا غادي تفهموا مزيان. كيف ما تلاحظوا اخواتي غادي نعمل ثلاثه ديال الاعمده بلفه واحده في وسط هاد الفراغ، اثنان ثلاثه، تنعملو سلسله واحده وتنجيو لهاد العمود ما قبل الاخير يعني الرابع، وتنعملو عمود بلفه واحده، ثم عمود بلفه واحده في هاد العمود الاخير.
ترتفع بسلسلة فيها 3 1 2 3. تنقلبوا العمل ديالنا وتنخدموا عمود بلفة واحدة فوق هذا العمود، ثم 3 أعمدة في وسط هذا الفراغ، 2 3، يعني في المجموع غادي يكون عندي 5 ديال الأعمدة. ترتفع بسلسلة واحدة وتنعملوا هذه السلسلة اللي قلت لكم في الأول بأنها غادي نحتاجوها، نعملوا فيها 3 ديال الأعمدة اللي هي هذه باش تجينا الخدمة مقادة ومتقونة. هنا غادي نعملوا 3 ديال الأعمدة بلفة واحدة. ثلاثة، من بعد تنعملوا 4 سلاسل، 1 2 3 4. تنستمروا أخواتي بنفس الطريقة وبنفس الترتيب، يعني في هذه الجهة دائما تلقوا في الآخر ديال هذه الجهة تلقوا 5 أعمدة، في السطر الأول وفي السطر الثاني عمودين، وفي السطر الموالي 5 أعمدة، وفي السطر اللي تابعوا عمودين. وحنا غادي نحسن نكملوا القياس اللي حنا محتاجين ليه. بالنسبة لهذه الجهة اللي قسمنا فيها، يعني اللي فرقنا بها هاد، يعني اللي عملنا بها الفتحة، دائما غادي تلقاو 3 ديال الأعمدة في الجانب، وهنا عمود بلفة واحدة او سلسلة فيها 4 حلقات او سلسلة فيها 4. في السطر الموالي تلقاي 3 ديال الأعمدة، في السطر اللي تابعو غتلقاي 4 ديال السلسلة فيها 4. وحنا غادي نحتاج نكمل. من بعد ما كملنا اخواتي، يعني كملنا هذه الجهه، كما تلاحظوا معايا راه جات صغيره على هذاك، يعني القياس ديالها تيجي على حسب العرض ديال نصف الطوق. الا كان عريض راه حتى هذه غتكون عريضه شويه. هذه بالنسبه للبنيته صغيره عملتها في هذا القياس، يعني بطبيعه الحال الا قسمناها على 2 غادي تعطينا هذا هو القياس، هذا هو القياس ديالها. دابا غادي ندوزو نخدمو الجهه الاخرى. بالنسبه للجهه الاخرى لكم اختيار، يعني تقدر تبداوها من هنا او لا من هنا. انا غادي نبدا من هنا، نوريكم كيفاش غادي يعني نركب الخيط. بالنسبه للخيط انا غادي نعمل لي هكذا، نحاول انني نعقدو. من بعد ما عقدتو غادي نعمل سلسله فيها 3، 1 2 3. وغادي نخدمو بنفس الطريقة دائما. غادي نجي لهاد الغرزة فوق هاد العمود، وغادي نعمل عمود بلفة واحدة ثم في هاد الفراغ غادي نعمل 3 ديال الأعمدة. ترتفع بسلسلة واحدة، تنجيو لهاد الفراغ، تنعملو 3 ديال الأعمدة، يعني بنفس الطريقة باش خدمنا هاد الجهة الأولى غادي نخدمو الجهة الثانية. 3 ديال الأعمدة، ترتفع بسلسلة فيها 4، 1 2 3 4، يعني 3 ديال السلسلات هي بمثابة عمود، وسلسلة هي فين تنخدمو، يعني في الصف الموالي تنخدمو فيه 3 ديال الأعمدة. تنجيو لهاد الفراغ دائما، يعني بنفس الطريقة تنستمرو حتى نكملو العمل ديالنا بأكمله.
كيف ما تلاحظوا اخواتي، هذا هو الشكل النهائي ديال نصف الطوق، تيجي الشكل ديالو رائع وانيق. وبالنسبه يعني لهذا الضريس، يعني من بعد ما كملنا نصف الطوق كامل، تيبقى لنا الضرس، تيبقى اختياري كل وحده دير الضرس اللي عجبها. انا اخترت اني نعمل هذا الضريس، خفيف وسهل، وتيجي الشكل ديالو زوين. وتنتمنى انه ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي، وذلك بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاقارب لتعم الفائده. والى عمل مقبل باذن الله.